العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشرف وكرم وبارك وعظم. وعلى جميع الصحابة والتابعين وعلينا معهم يا رب العالمين. أما بعد، كان يدور في خلدي من زمان معنى وفرق واضح بين الواحدية والأحدية والفردانية، ولكن ما كنتش بصرح لأني مش عارف أضرب بيها مثال، لكن أنا فاهمها كويس، سنوات أنا فاهمها كويس، لكن ربنا أكرمني بمثال الآن ببركة الصلوات الأسماء الحسنى، لأن تعرضنا في صلوات الأسماء الحسنى لإسمه الواحد واسمه الأحد، وحيجي الفرد والصمد، فلا بد نميز. الوحدانية تقبل التكرار في السورة، في السور التجليات الوحدانية، أما الأحادية فلا تقبل إلا الانفراد، والفردانية لا تقبل التعدد، لا تقبل التكرار، الفردانية لا تقبل التكرار. خد بالك، لم تجد هذا الكلام في أي كتاب. أنا أعد عمري كله بقرأ كلام المتصوف، لم يتعرضوا للفرق بين هذه الثلاثة معاني. فتاخد بالك، الواحدية تقبل تعدد صور التجليات، مثالها تغيير الصور. يعني انت عبد الواحد، صورتك ما هي الا تجلي الخالقية فيك، تتغير صورتك من طفل لصبي لشيخ كبير في اي صورة ما شاء ركبك، تجليات الواحدية. واضح؟ فالواحدية تقبل تعدد صور التجليات مع كونك أنت واحد، أنت إنسان واحد، لكن شوف صورتك النهاردة، وشوف صورتك من 10 سنين، وشوف صورتك من 20 سنة، وشوف إن شاء الله لما يطول بك العمر صورتك بعد 20 سنة كمان. فده بسبب تجليات الواحدية، في حين أنك أنت فرد واحد. يبقى الواحدية تتعلق بالصور لا تتعلق بالذات، أما الأحدية فمتعلقة بالذات كالروح. روحك هي هي، كبرت صغرت هي هي، لدرجة أنك أنت بتفاجأ تنظر في المرآة تلاقي نفسك شبت، وأنت حاسس أنك من جواك زي ما أنت. فالروح هي هي، لا تتغير ولا يطرأ عليها طرو زمان، فلا تتأثر بمرور الأزمنة، ولا تتأثر حتى بالأعطاب اللي تحدث في الجسد. يعني ممكن الإنسان جسده تتغير، صورته يتحرق يبقى مشوه، لكن الصورة بتاعتك مش هتبقى مشوه، روحك مش هتبقى مشوه. ممكن واحد يتعرض لحادثة يتقطع رجليه وإيديه الاثنين، يد ورجل تتقطع، وقبل الحاسة كان اسمه حسن، وبعد الحاسة هو حسن برضه، ولا بقى حس عشان ناقص حتة، ولا بقى سن عشان يتقطع منه جزء. تيجي قبل الحاسة هو كان كامل الأعضاء والصورة، اسمك ايه يا ابني؟ حسن. وحاسس انه هو حسن بعد ما يفوق من البنج ويشوف نفسه مقطع، اسمك ايه يا ابني؟ حسن برضه، ما تغيرش. ليه؟ لأن إحساسك بنفسك هو إحساس روحك مش إحساس جسدك. فهمت بقى المسألة؟ فالأحدية تجلت في الروحانية بعدم التكرار، بعدم إيه؟ بالانفراد. فالروح فرد، ما تتأثرش بالصور مهما تتغير الصور. الفردانية بقى
تقتضي عدم التكرار. يعني ايه؟ يعني انت روحك هي هي دلوقتي ومن سنة ومن 3 سنين وبعد 10 سنين وحتى بعد وفاتك وانت في قبرك روحك زي ما هي. فهمت؟ لكن خد بالك ان روحك اللي زي ما هي دي لولا مدد الله لها في كل لحظة ما بقيت، لان اصلا مخلوقة من عدم. فيبقى روحك اللي انت حاسس بثباتها في الحقيقة هي غير متكررة، ده هي بتأتي بخلق جديد في كل لحظة، فتقتضي عدم التكرار. فهمت بقى؟ يبقى الفردانية تقتضي عدم التكرار، والأحدية تقتضي الانفراد، مثالها الروح، والواحدية تقبل تعدد صور التجليات في أي صورة ما شاء ركبك. فهمت الفرق ده؟ أول مرة ربنا يديني الأمثلة دي دلوقتي وانتوا قاعدين تمدحوا، أنا قاعد بفكر أقولها لكم إزاي. ليه؟ لأن أنا هصلي على النبي تاني النهاردة بصيغة الواحد وبصيغة الأحد وبصيغة الصمد عشان نشوف الفرق، لأن من خلال هذه الصلوات اللي من الله بها عليا، لأن لم يحدث إن أحد من العباد والعلماء على مر العصور فكر انه يجمع بين امرين في عبادة واحدة، وهي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها، ويا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فتملي العباد والعلماء افردوا الاسماء الحسنى بمناجات معينة واشعار وغيره بقى كتير، وافردوا الصلاة على النبي بصلوات مختلفة، لكن ما جمعوش بين الاثنين. واللي جمع بين الاثنين حديثا اظن ايه؟ ابو السعدات. لكن عمل ايه؟ عمل الصيغه ثابته، اللهم صل على سيدنا محمد مثلا في كل وقت وحين يا رحمن، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله في كل وقت وحين يا رحيم، اللهم صل على سيدنا محمد يا قدوس يا مهيمن، والصيغه ثابته، فما بينش الفرق. لكن ربنا من عليا بايه؟ بفكره. هذه الفكره طرقت في مخي وفي ذهني وانا قاعد في ليله الجمعه في الروضه الشريفه في العمره السابقه في ليله الجمعه بعد صلاه العشاء، كان صبحتها الجمعه، ان ليه ما نكتبش صلاه على النبي بالاسماء الحسنى، نبين مجالي كل اسم في النبي، مجلى كل اسم في النبي، لان كل اسم من الاسماء الحسنى له مجلى في النبي ظهر. فهمت؟ فبالفعل رحت طلعت ورقه مصقوصه كده معايا في جيبي، ورحت كاتب صلوات الاسماء الحسنى علشان اما ارجع مصر ابقى فاكر الفكره، اقعد بقى، لان دي عايزه قعده، مش هتنفع بقى كده، دي عايزه قعده وصياغه، لان الفكره موجوده عشان تحولها الى صياغه، بحيث الصياغه ما تكونش يعني تلخبط اللي بيقراها، دي لوحدها عايزه توفيق كبير من الله، لان ممكن الفكره تبقى في ذهنك انت فاهمها كويس جدا، تيجي تصيغها تخطا في صيغتها تلاقي الناس تعترض عليك، في حين ان المعنى اللي في قلبك المنقرع صحيح، لكن انت مش عارف تصيغها الصياغه اللي تخلي الناس ما تعترضش. فهمت بقى؟ فتحويل هذه المعاني الروحانيه اللي بتقدح في قلوب الانسان المؤمن الى الفاظ وعبارات يفهمها غيره بحيث انها لا تشتبه عنده، دي مرحلة تانية. يعني هو ربنا ممكن يمن عليك بمعنى ولكن لا يمن عليك بحسن التعبير عنه، كما حدث لكثير من الاولياء، ربنا من عليهم بانوار في قلوبهم كتيرة، بعضهم ما اتكلمش ومات بهذه المعاني. سيدنا ابي هريرة يقول لقد اخذت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرابين من علم، بسست لكم واحد اللي هو كلام النبي الذي ليس فيه اشكال، انما المعاني اللي خدها من النبي والنبي ما عبرلوش فيها عن الفاظ، اصل لما تقعد مع النبي بينقدح في قلبك انوار، لما تنظر للنبي بينقدح في قلبك فهوم، النبي ما اتكلمهاش لكن حال النبي بيفجرها في قلوب ايه؟ من تعامل معه.
هو خد ده من النبي برضو، هذا القراب ده خده، يعني القراب ده يعني زي ما تقول ايه، حاجة حجم كبير يعني، واخد بالك؟ فخد المعاني دي، لكن هو ما قدرش يعبر عنها بألفاظ، لأن النبي اداله المعنى وما ادالوش اللفظ، فخاف يعبر باللفظ للناس تسيء فهمه، عشان كده بيقول ايه، بسست لكم واحد وأما الآخر دونه رقبتي، لو قلت والله تقولون أني أعبد الوثن، لأن هتسوء فهمي، مش هتفهمون، فهمت بقى؟ فمش كل واحد بينقدح في قلبه أنوار يستطيع أن يعبر عنه، وقد ينقدح في قلبه أنوار كثيرة لا يستطيع أن يعبر إلا عن واحد أو اثنين أو ثلاثة مما رزق. وخد مثلا 100 أو 1000 يعني معنى، ويمكن ما عبرش إلا عن معنيين ثلاثة اللي قدر، وبعض الناس اللي تيجي تعبر تخطئ في التعبير فيساء فهمها. وده اللي حصل، إن في كثير من الأولياء عودوا عادهم أهل عصرهم، لأن ابتدى الولي يتكلم دون أن يضبط العبارة فأسيء فهمه، فبقوا يمشوا وراهم بالحجارة يضربوهم ويرجموهم، وأحيانا كمان يعزلوهم من القرية، وأحيان أخرى يقتلوهم بحكم الشرع، يقول لك ده مرتد اذبحوه، إلى هذه الدرجة. بسبب إيه؟ إنه ما قدرش يعبر عن المعنى. فدي نقطة مهمة، ليس كل معنى ينقدح في قلبك تتعجل بإنك تتكلم عليه، اصبر سنين لحد ما تعرف تعبر عنه. يعني انا الواحديه والاحديه انا فاهم معناها من زمان، عايشها، بس مش عارف اقولها ولا لفظ، بقالي اكتر من 20 سنة انا عايشها وعارفها، وكنت احيانا في بعض الدروس اقول كده جمله اجرب فيكم الجمله دي وقعها عليكم ايه، هل هتفهموها، هتعترض وهتلتبس عليكم، عشان اغيرها او اصلحها او ما اقولهاش تاني، لحد ما ربنا اكرمني بان انجلت لي طريقة التعبير عنها بطريقة من اقصر عبارة، بحيث انها لا تلتبس. زي وحدة الشهود، الصوفية ما عرفوش يعبروا عنها كتير، هم عايشينها، بس لما جم يعبروا عنها قالوا ده بيقولوا ايه، بالحلول والاتحاد، وعابوا فيهم وعملوا شغلان، في حين ان وحدة الشهود هي فأينما تولوا فسمى وجه الله، واضح ربنا عبر عنها في القرآن، بحيث انك انت لا ترى المخلوق فتنشغل بالمظاهر عن الظاهر، المخلوق ده مظهر لصفة الخالق، فإذا رأيت المظهر رأيت من خلاله الظاهر، فلا يشغلك المظاهر عن الظاهر. هي دي وحدة الشهود ببساطة، دون حلول ولا اتصال، المسألة مش حلول ولا اتصال، لأن الأكوان ما هي إلا مرايا تظهر فيها صور تجليات أسماء الله سبحانه وتعالى، فأنت صورتك في المرآة، لا تستطيع أن تقول هي أنا وهي ليست أنا، صحيح؟ صورتك في المرآة، تقدر تقول دي مش صورتي؟ ما تقدرش. طيب وتقدر تقول هي دي أنا؟ لا مش أنت، لان لو المرايه اتكسرت او اتحرقت انت سليم برضه، يبقى لا هي انت ولا هي مش انت. طب وانت حليت جوه المرايه؟ حليتش. هل اتصلت بيها؟ لم تتصل. هل في بينك وبينها حبل؟ طب انت اتنقلت دخلت جواها؟ فهم؟ فكذلك المثال ان الاكوان ما هي الا مرايا لتجلي الصفات الإلهية فيها، كلما كانت المرآة مصقولة ومواجهة صحيحة، ما لازم توجه وجهتك إلى الله بكليتك، فكلما كانت هذه المرآة بكليتها موجهة كلما كانت الصورة مطابقة وكاملة. لكن لو المراية متواربة أو على جنبها أو على سفها أو معوجة أو مقعرة أو محدبة أو مشروخة، هتنجلي فيها الصورة لكن مش هي الصورة الكاملة،
فيها نقص، والنقص ليس في المتجلي بل نقص في موضع التجلي وليس في المتجلي. فما ظهر فيك من نقص فمنك، وما ظهر فيك من كمال فمنه. فهمت بقى المعنى؟ ادي المسألة ببساطة يعني. هذه التعبيرات البسيطة اللطيفة دي يمكن لا تجدها حد يعرف يعبر عنها بسهولة لدرجة انها تلتبس في ألفاظ العلماء. ثم بعد ذلك قضية وحدة الوجود اللي شغلت الصوفية سنين طويلة وخلت ناس كتير تكره التصوف. يقول لك شو المتصور؟ يقول وحدة الوجود يعني جعلوا ان الله سبحانه وتعالى حل في كل الأكوان، وقالوا عليها بقى الحلول والاتحاد. عبروا عنها اللي ما فهموهاش عبروا عنها بكلمة الحلول والاتحاد. هو قال لك اه ده فلان حلولي، ده فلان اتحادي، ده مش عارف ايه. الحجاج قال ما في الجبة الا الله يبقى حل فيه، وقتلوه ذبحوه بحكم الشرع وقضاة الشرع. فهمت ازاي؟ لانهم فهموا غلط. في حين قضية وحدة الوجود عبر عنها الله سبحانه وتعالى في القرآن في عدة آيات بلفظ صريح: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. يعني من الذي قام بنفوس العباد؟ قامت بالله، لولا الله ما قامت، لأنه هو قيوم السماوات والأرض، قيام السماوات والأرض، هو الحي القيوم، فبه حيت وبه قامت. فتجد أن الموجود حقيقة هو واحد، بدليل أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. هو الله، والله واحد لا يتعدد. يبقى وحدة الوجود بمعنى وحدة الواجد الموجد، وليس معناها أنه سبحانه وتعالى تخلل الأشياء، لا، قامت به ولم يقم هو بها. عارف لو فهمت ان قام بها تقول اه ده الحلول والاتحاد، ما حدش قال انه قامت به، قام بها، ده هو اللي قيوم، ده هي اللي قامت به وهو قائم بذاته. ما عرفوش يميزوا الفرق. حتى الاولياء اللي شعروا بهذا المعنى وهو معنى صحيح ما عرفوش يميزوا الفرق عشان يدافعوا عن نفسهم. فقال ما في الجبة الا الله، يعني كان بيقول انا قمت به بالله، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله، هي نفس المعنى. كأنه بيقول قمت به. انتوا فاكرين يا جماعة ان انا اللي قدامكم ده انا حاجة؟ ده انا عدم، ده انا قائم به. ففي الحقيقة ما في الجبة الا الذي قمت به. فهمت بقى؟ ولم يقل ان الله قام به حتى يقول بالحلول. فهمت بقى المسألة؟ ادي الفرق بين النقاط البسيطة الدقيقة في التعريفات المتعلقة بالألوهية وعلاقتها بالخلق، لأن دي مسألة بحر غرق فيه كثير من الناس لازم ناخد بالنا منه. فهنيجي نشوف مثلا، يقول كل شيء هالك إلا وجهه. هالك، نروح لكل اللغة العربية، ما دي وحدة الوجود، هي دي كل شيء هالك الا وجه، كل ايه من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام، افمن هو قائم على كل نفس بكذا. ثلاث ايات بتتكلم على وحده الوجود. هم شعروا بمعاني الايات دي بس ما عرفوش يعبروا. اصل هالك دي اسم فاعل، واسم الفاعل معناه ايه؟ معناه ان قامت به الصفه بغير تعلق بزمان، يعني ما لهاش ماضي ولا حاضر ولا مستقبل، يعني هو هالك حالا، وقبل كده هالك وبعد كده هالك. مش قال يهلك يعني في المستقبل، وقال سيهلك في المستقبل البعيد، ولا قال هلك يعني في الماضي، لا، ده قال هالك. هالك يعني هو دلوقتي هالك، يعني ما في الأكوان موجود إلا وجه تجليات الربوبية، فالوجه واحد والكل ما دونه هالك. أهلي كل شيء هالك إلا وجه، وجه الربوبية، أما غير الله فكل هالك. فيبقى أهلي معنى وحدة الوجود بمعنى وحدة الموجود، الموجود بذاته
الذي قامت به كل ذات وهو قام بذاته سبحانه وتعالى. فهمت المعاني الدقيقة دي؟ دي نقط هامة حتى تحسن الظن بأولياء الله الصالحين اللي هم أخطأوا التعبير، وإن كان معنى انقدح في قلوبهم بطريقة صحيحة لكن أخطأوا التعبير. فأنا هقرأ لك صلاة الواحد والأحد، من خلال هذه الصلاة بتعرف معنى الاسم. أنا التزمت في هذه الصلاة إن أنا الأول أعرف معنى الاسم وتجليه في النبي، ثم بعد ذلك دعاء في نهايتها كيف تتعلق وتتحقق وتتخلق بهذا الاسم. وراثة محمدية، لا بطريق الأصالة فهي للنبي، بل بطريق الوراثة من النبي لأنه هو الوسط. فالنبي أخذها أصالة ونحن نأخذها منه وراثة. فهمت بقى المسألة؟ عشان كده رتبناها بهذه الطريقة. الأول اسم من أسماء الله، هو ده المصدر، ثم الذي أخذه أصالة هو النبي، ثم بعد النبي أتباعه يأخذه وراثة. وعشان كده الصلوات كلها ترتبت بهذا الترتيب، لما تيجي من أولها لحد آخرها تلاقيها مترتبة بهذا الترتيب. فهنقرأ مثلا صلاة الواحد، ثم صلاة الأحد، ثم صلاة الصمد، عشان تشوف الايه معنى الاسم وظهر ازاي في النبي، ثم كيف تطلب ان تتعلق وتتخلق به بعدها في سورة دعاء وليس في سورة كتاب دراسي، لان هي اصلا مناجاة. فبنقول فيها: اللهم يا واحد فلا يتعدد، يا من تجليت في المظاهر فأينما تولوا فتم وجه الله، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الواحد وعلى آله عبدك الواحد الذي جعلته رحمة للعالمين، فصليت عليه لتمده بمددك فيسع الأكوان بتجليات واحديتك، صلاة أعرفك بها في كل شؤوني وأراك بها أينما توليت، فلا أجهلك في شيء ولا أنشغل بالمظاهر عن الظاهر ولا بتعدد التجليات عن الواحد. أظن اللي يقرأ دي يفهم خلاص الفرق يعني إيه الواحد، وكيف أن النبي في ذاته واحد، وكيف أنه لما صار رحمة للعالمين تعددت صور تجليات هذا الواحد الرحمة فصار سرا ساريا في جميع الأكوان. فهمت بقى المسألة؟ أدي المعنى إن هي واضحة في النبي بوضوح شديد. اللهم يا أحد فلا يتجزأ، يا من احتجب بأحديته في سرادقات عزه وظهر بواحديته في صور تجلياته، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الأحد وعلى آله الذي حجبت أحمديته في ظاهر محمديته وجعلت روحانيته سرا ساريا في الأكوان، بها ظهرت وبها رزقت وبها هديت، صلاة لا تحجبني بمظاهر وحدانيتك عن سر أحديتك، فلا أعتمد إلا عليك ولا أستعين إلا بك ولا أعبد شيئا سواك، مهما تعددت وتغشتني أنوار تجليات وحدانيتك فلا كثرة تحجبني عن أحديتك ولا وحدة تحجبني عن وحدانيتك، يا واحد يا أحد يا فرد يا صمد يا الله. وضحت الأحدية؟ اللهم يا صمد، يا ملجأ القاصد يا غوثاء، يبقى الصمد هو الذي يلجأ إليه على طول كده، تفهم على طول من الكلام الصمد هو من كله الذي يلجأ إليه وهو لا يلجأ لأحد. هذه معنى الصمد، إليه يصمد كل شيء وهو قائم بذاته مستغن عن كل ما سواه، لأنه في الحقيقة ليس معه شيء. اللهم يا صمد، يا ملجأ القاصد يا غوثاء، فأنت مقصد الكل ومقصود كل عابد، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الصمد وعلى آله الذي جعلته مقصد الخلق يوم القيامة، فلا شفيع سواه لأنه مقصود الحق من الخلق، صلاة تكون بها ملجأي ونجاتي ومقصدي ومقصودي وغياثي وشفائي،
وتورثني من هذا الاسم حتى أكون سبب الغنى لأوليائك وعبادك الصالحين، وعونا للمحتاجين، وأمانا للخائفين، يا غياث المستغيثين. واضح ده؟ الحمد لله. نبتدي درس النهارده. كل اللي فات ده بقى كان فضفضة، ما كانش درس. فضفضة ما يجراش حاجة، لأنها أمور بتبقى مش متعلقة بدراسة علمية ولا قواعد أصولية ولا حاجات من دي، اسمها فضفضة. واخد بالك؟ فهمتها خير وبركة، ما فهمتهاش خلاص، فهمتها غلط سامحني، أنا لا أقصد هذا الخطأ اللي في ذهني، كويس؟ بس وخلاص، وتسامحني لو أنت فهمتها خطأ. خلينا بقى في حديث النهاردة. ها؟ ما احنا قلنا الأحدية تجلت فيك بالروحانية، فروحك أحدية، والواحدية تجلت فيك بتعددات الصور في أي صورة ما شاء ركبك، والفردانية تجلت فيك في بصمات صوابعك لا تكرار. فهمت بقى؟ فهمت كل حاجة؟ الحمد لله الحمد لله يا رب. اتفهمت؟ الحمد لله. سجل هذه المعاني، لأنه ممكن الواحد بعد فترة ينسى كيف عبر عنها، لأنها مش مكتوبة في حتة، فلازم تسجلها، لأنه ممكن الواحد ينسى كيف عبر عنها. بسم الله الرحمن الرحيم. نكمل قراءة وشرح كتاب بهجة النفوس وتحليها بمعرفة ما لها وما عليها، شرح مختصر صحيح البخاري المسمى جمع النهاية في بدء الخير والغاية، للإمام الحافظ المحدث الورع أبي محمد عبد الله بن أبي جمرة الأزدي الأندلسي المتوفى سنة 99 و600 من الهجرة النبوية الشريفة رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء تصانيفه وزواره بالدارين، آمين. الحديث 59، حديث جواز التنفل على الدابة في السفر، بإسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله خير للإمام البخاري في صحيحه بإسناد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به، يعني يسقط التوجه للقبلة للمسافر، تبقى قبلته جهة ايه؟ جهة سفر، تحققا بأينما تولوا فذم وجه الله، حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل. يومئ إيماء يعني ما يدورش على حاجة يسجد عليها، ده يعني ايه؟ يتني رقبته كده حاجة بسيطة أو وسطه يبقى راكع، يتني أكتر يبقى ساجد، إلا الفرائض، يبقى كان بيعمل دي في صلاة الليل وما يعملش كده في الفرائض. ويوتر على راحلته كذلك. ظاهر الحديث يدل على جواز التنفل في السفر للراكب للقبلة وغيرها، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول منها: هل هو خاص بمن له راحلة أو هو لكل من ركب أي شيء؟ يعني هل هو خاص بالجمل يعني؟ لا، يعني لو ركبت القطر ما ينفعش، لو ركبت الطيارة ما ينفعش، ولا لازم راحلة يعني؟ فهمت؟ ما انت عارف ان من علامات القيامة ان العشار تعطل، واذا العشار عطلت دلوقتي عطلت، لان بنركب بدلها ايه؟ بنركب بدلها وسائل المواصلات المختلفة، فتم تعطيل العشار خلاص. كان زمان العشار دي شغالة طول النهار، هي اللي بتنقل الناس وبتنقل البضايع، دلوقتي حل محلها عربيات النقل والمقطورة والقطر البضاعة والطيارات والسفن. طب والعشار بتعمل ايه؟ قاعده في الزرايب مستنيه الذبح، ما بقتش ركائب. ويبقى تحقق قول الله عز وجل: واذا العشاره عطلت، فتم تعطيلها بالفعل، ودي من ضمن علامات القيامه. يعني احنا ماشيين في علامات القيامه. واذا الجبال سيرت، انت تروح دلوقتي تلاقي الجبال بتتنسف وتتحول طرق،
وتتخرم وتتحول معبر، وإذا الجبال سيرت. تم هذا، كل ده تم وحاصل، عايشينه عشان تعيش القرآن وانت بتقراه وتحس ان فعلا كلام الله ده فعلا، ده مش كلام النبي، ده كلام رب العالمين. هو اللي هيخلق الأكوان، وهو اللي اطلع على كل شيء، وهو اللي عمل كل شيء على وفق مراده. والنبي ما كان إلا مبلغ لهذا، ربنا أطلعه بس على مراده. فكان أعلمنا بالله، أخشانا لله، يوحى إليه، تجلى عليه بصفة العلم فأعلمه عن كل معلوم، فأخبر صلى الله عليه وسلم بما أمر أن يخبره، لا بكل ما أعلمه الله، لأن النبي علم كل شيء، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم تجلى لي كل شيء وعرفه، لكن ما قال لناش كل شيء، قال لنا قدر معين هو أمر بتبليغه، وأما الأمور التي لم يؤمر بتبليغها لم يبلغها صلى الله عليه وآله وسلم. الوجه الأول منها، هل هو خاص بمن له راحلة أو هو لكل من ركب أي شيء ركب من الدواب؟ الظاهر والله أعلم أنه لكل راكب ركب ما ركب من الدواب، نكتب كده وغيرها. ما ربنا بيقول ايه في القرآن؟ قال ويخلق ما يتعلمون، وقال حاجة تانية في سورة ياسين، الصبر بس. وخلقنا لهم من مثله، يعني مثل هذه الدواب ما يركبون، مثله ما شفناهاش الا فين؟ بعد وفاة النبي بعشر قرون. مواليه عودي مفتوح، لكن من مثل هذه الدواب هيخلق اشياء اخرى ايه؟ تحملنا. فنشا القطر، ونشا الطياره، ونشا السياره، ولسه ما نعرفش هيعملوا ايه بعد كده. المهم كل حاجه في القران، كل حاجه في القران. يعني مثلا واحنا بنقرا اللي يقول لك الانسان اصله قرد وتطور، اللي هي قضيه التطور، حاسمها ربنا في القران. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون، يبقى ما فيش حاجة من حاجة. يبقى داروين ده مخرف، ربنا بيقول لنا كده. ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون، يبقى كل شيء ليه آدم وحواء بتاعته. ما فيش سمكة تحولت إلى حوت، ولا حوت تحول لقرد، ولا قرد تحول لثعلب، ولا ثعلب تحول لديب، ولا شيتا اتحول لحواء، ولا انسان الغابه تحول الى انسان ناطق. كل دي تخاريف داروينيه. واحد كان قاعد كده تحت تاثير ضلال العقل، لان العقل يضل لو لم يكن هناك ضابط ايماني وشرع. العقل يضللك والحس يضللك بدون الوحي. لو اكتفيت بحسك، طب هديك الحس، كل تمره كده وخلي ريقك معسل مسكر، وبعدين جيب لك كوبايه شاي فيها معلقه سكر واحده تشربها، تقول لي دي دلعه ودي ما فيهاش سكر. ما هي فيها سكر ليه؟ لان الحس يلخبطك. واضح؟ ممكن تبقى انت عيان تقوم تدوق الاكل تلاقيه مر، والاكل ما فيهوش مراره، المراره فيه، فالحس يلخبطك والعين تلخبط. هات عصاية كده وحطها في البحر، نصها فوق ونصها في البحر، تلاقيها مكسورة، صح ولا لا؟ بعينك مكسورة، تحلف والله العظيم العصاية مكسورة بعينك، تروح مطلعها تقول لا دي مش مكسورة، سبحان الله. يبقى الإنسان لو هيكتفي بحسه على ويحكم به على الأشياء هيضل آخر ضلال. وده اللي حصل مع بر، قاعد يجيب العمود الفقري بتاع القرد، والعمود الفقري بتاع السمكة، والعمود الفقري بتاع مش عارف الحيوان اللي ايه والتالت ايه، وقاعد طول عمر ويطوف البلدان والغابات والحاجات دي، ويجمع ويعمل ويعمل ويعمل، ولقى ان في وجه شبه ما بين ده وده، قال يبقى خلاص تطور ده من ده، وده تطور ده من ده، ومفيش اله. وربنا حللنا الازمة كلها في آية واحدة، وإن كانت تعددت في صور آيات كثيرة، بس أنا بقول لك أوضح. ومن كل شيء
خلقنا زوجين اثنين لعلكم تذكرون. هذه الآية مع بساطتها وجمالها وقصر عبارتها تنسف القضية الداروينية والتطور والنشوء والارتقاء اللي عملوا منه مكتبات ومؤلفات قد كده، تخليك ايه تديها بالشلوت وتقف القبلة تقول الله أكبر وتصلي خلاص، كل ده كلام فات. ما تضيعش عمرك في قرايتها ولا تبحث فيها، دي كلها ضلالات عقلية، ضلالات وهلوسة عقلية. فهمتني بقى ازاي؟ هلاوس. فمش كل حاجة تتقال تبقى صح، لابد يبقى ليها ضابط في الشرع الشريف. واحنا الحمد لله ربنا عمل لنا الضابط هذا وهو الوحي الذي لا يقبل البطلان، لانه كلام مين؟ الحق. وهل بعد الحق الا الضلال؟ فأنى تصرفون وأنى تؤفكون وكيف تعقلون أفلا تتدبرون. كل ده محدش عايش الأنوار دي إلا المسلمين. تصور إحنا من غير بقى القرآن ومن غير الدين، داروين ده نقول عليه عالم علامة كبير، لكن شوف كم آية من الآيات القرآن نعرف على طول إنه مخرف وإنه أهبل وإنه ضلالي، عاش في ضلالات وقضى عمره في كلام فارغ، وإن الكلام اللي كتب فيه والحبر ده أغلى من الكلام اللي كتب، وإنه أحسن حاجة في الكتب بتاعته دي كلها نرميها في البحر ملهاش قيمة ولا معنى، اللي لحد دلوقتي أوروبا بتحترمها وتعتبرها يعني اكتشافات وبتدرسها. وإحنا ببساطة وإحنا بنقرأ في التراويح الله أكبر ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين لعكرم تذكرون، يعني إيه؟ يعني بتظ في كدارون الله أكبر ونركع. ما ضيعناش عمرنا بكلام فارغ. ليه؟ بسبب هداية النبي لنا، وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، ببساطة كده. وربنا بحلاوة وبقرآن وألفاظ جميلة معجزة يحل لك قضايا عويصة تاه فيها ناس قرون طويلة، يحلها لك كده في لحظة، في لحظة كده وانت قاعد بتقرأ القرآن ومش داريان بأنوار التجليات، بس عيش القرآن تتحل لك كل حاجة. وعلشان كده بيقول لك ايه؟ والله اعلم انه لكل راكب ركب ما ركب من الدواب، يعني وغيرها، بدليل ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام انه فعل ذلك على غير الراحلة، وقد جاء ان الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم كانوا يتنفلون اذا كانوا ركبانا اي شيء ركبوا من الدواب، يعني مش خاص بالجمل ولا بالحمار ولا بالبغل ولا بالحصان، ولو ركب بقرة ينفع، ولو ركب عجلة برضو ممكن، لو ركب متسكر ماشي، طب فيسبا، طب والله نسأل بقى ماركتها إيطالي ولا تايواني ولا ما تفرقش، كله ينفع صلي وأنا راكب طالما نافلة وطالما في سفر مباح وليس سفر محرم، واخد بالك؟ كل دي نعم، كل دي نعم من نعم الله. هنكتفي بهذا الأحسن النهاردة، فضفضنا كتير. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. اللهم يا ماجد فلا مجد إلا لك ومنك وبك، صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عبد الماجد وعلى آله، أمجد من خلقت ورزقت وهديت، فمجده مجدك وعزه عزك، صلاة نستمد بها مجدا من مجده ورفعة من رفعته وعزا من عزه. يا الله أنت الماجد المجيد الفعال لما يريد، نسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود وأنت تفعل ما تريد. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله، ونأسف للإطالة.